لكن الكهرباء عم تفصل، اكيد من الفيش. طيب خلص اتركه وحكي مع شي كهربجي هو بيعمله. اوكي خلصنا لينا، انت الثانيه هي شغله بدها كهربجي. صار لك شي؟ لا لا بسيطه بسيطه. فادي عن جد ما صار لك شي؟ لا لا ما في شي ما في شي عادي. انا اسفه بس كثير ارتعبت عليك، بعتذر يعني، بس ما بعرف شو صار لي لما صار معك هيك. لينا لك انت لهالدرجه بتحبيني؟ ايه واكثر من هيك، الشي اللي بحسه تجاهك فادي اكبر من الحب، ما فيني اوصف لك يعني. بتمنى لو الشي اللي صار معك هلا لو انه صار معي انا مو انت. اصلا انا كثير انبسطت لما اجيت لهون لعندك على المكتب، بحب ريحتك بالمكتب، بحب اغراضك، بحب كل تفصيل بيتعلق فيك، كاسة المي، الكمبيوتر، موبايلك، اي شيء. فادي انا كثير بحبك. تتجوزيني؟ شو؟ تتجوزيني؟ شكرا ميرسي. إذا فكرنا إنه نطلع الليل على إنه نهار ونشوف من الكاسة نص المليان بدل الفاضي، ونشوف بياض الورقة بدل النقطة السوداء يلي بنصها، وقتها منكون عم نبني أرضية للسعادة. والسعادة مفهوم نسبي، ما رح نحس فيها إلا مع الأشخاص يلي حوالينا. سموحة ياخ تسلموا. هذا لك قلتي له ما يحط سكر بالعصير؟ ليش مسترجي يحط سكر؟ شو كنت عطشانة؟ يا الله بو شهر وعصير هلا بينضرب الدايت تبعي. ميدو يعني الجمال، جمال الروح، مو بس الواحد لازم يكون حلو من برا، لازم كمان يكون حلو من جوا. لحظة لحظة هنادي شو عم بصير؟ أكل وشرب وصوت عالي وفتحين شبابيك السيارة، مو معقول هيدا كله وين؟ سيارة هنادي. يلا شو رح تنقص السيارة شقفة؟ عادي عادي وأقل من عادي شي نورمال. فداكم. في فيلم نازل جديد لأحمد حلمي بالسينما، رحنا وما سألنا؟ عفوا أنا هنادي بدي روح على السينما؟ أنا هنادي بهالعشق